هلا زي ما شفنا في المؤتمر اللي اكو فيه تحديات كبيره في السوق المصرفي العراقي، وتم ذكر بعض الاحصائيات من قبل معالي المحافظ البنك المركزي في بعض ارقام قاعده تعطينا خطوه للامام، انه لابد المصارف اليوم سواء كان القطاع العام او القطاع الخاص تبذل جهد كبير انه تجاه الاتمته وتجاه الديجيتاليزيشنز. التعداد السكاني بالعراق زي ما انت شايف، انت عندك حوالي قرابه 41 مليون نسمه. الشعب العراقي شعب فتي، نسبه كبيره جدا ما بين اعمار 15 و65، بشكله نسبه تصل لغايه قرابه 60%. هذا بعطيك انا اليوم كمصرف قطاع خاص او تحديدا بمصرف اشور، انه في فرصه عندي كيف ان اشتغل تجاه تلبيه تلبيه المجتمع او تلبيه تحديدا قطاع الشباب. هلا ما تم ذكره في بعض الملاحظات في المؤتمر، انه على اساس عمليه اللي خلينا نسميها الصيرفه الرقميه بتطلب يكون عندك بنيه تحتيه، يعني تريد انت منصه رقميه، تريد انت كل قنوات الدفع اللي موجوده بالعراق او حتى ما نسميها البوينت اوف سيل كلها تكون قابله للتوجه الرقمي، او بما يخص في مصطلح تقني اسمه NFC. هذا كله بده يكون جزء لا يتجزا من المتطلبات او البنيه التحتيه. المصارف بلا شك دورها مهم جدا انها كيف تقدم الخدمات اللي تناسب الشرائح المستهدفه. هلا في مشكله بعمليه التطبيق، الفكره مش اني اقول لك انا بدي اقدم مصرف رقمي وفي النهايه ما في فعليا شيء ملموس. لازم ترتبط بمنافع، لازم انت عشان تقدم خدمات رقميه المواطن يحسها يشعر فيها فعليا، مش انه تقول له اوكي انا عندي موبايل وتعتمد انه عندك موبايل ابلكيشنز وفي النهايه لما يروح يقضي حاجاته او يقضي مستلزمات استهلاكيه ما يقدر انه يتواصل فيها. لازم انت تكون مرتبط ارتباط كلي بالتزاماتك. انا اليوم كمواطن كيف البي التزاماتك او احتياجاتك الماليه من خلال الديجيتاليزيشنز، وهنا التحدي. انت اليوم كونه بصير عندك بنيه تحتيه، البنيه التحتيه هي بتساعدك انا في المستقبل القريب كمواطن المفروض كل شيء يكون في موبايلك، كل شيء كل الخدمات المصرفيه تلبي حاجاتك وتطلعاتك من خلال الابلكيشنز، مش انك تفتح زي بيقولوها تفتح المحفظه وياك تلاقي 4 5 6 7 بطاقات، لا هذا كله المفروض يتخزن بالموبايل من خلال السيم كارد. هون التحدي. انا يعني بخبرتي المتواضعه على مدار تقريبا قرابه 30 سنه في منطقه الوطن العربي وشبه اقليمي، تلاقي فيه كثير مبادرات، بس لما تيجي عند لمسه المواطن اكو في فرق. انا قاعد انه احنا اليوم سياستنا الاستراتيجيه في مصرف اشور نحو هذا التقدم، عمالنا بنبني استراتيجيه لمدار 5 سنوات القادمه انه ندخل في الموضوع الرقمي تدريجيا للوصول لبنك سلس، يعني تكون الخدمه ويا مصرف اشور معنى الحياه سهله او معنى الحياه اسهل، ميكينج لايف سمبل. هذا الشيء عشان نوصل له لابد منك تشتغل فيه تدريجي، وانا اكون خدماتي ملموسه مع الجمهور مع المواطن.